ومن المواطنين التونسيين سواء في فرنسا، إيطاليا، سويسرا وبلجيكا بالأساس. التنسيقية هذه هي جاءت كتتويج لعمل بالتم وبدأ انطلاقا من ماي 2011 اطلقت فيه العديد من الجمعيات، تقريبا 60 جمعية من 14 دولة فيها مهاجرين تونس، وخرج عليه كراس مطالب اللي هو وقع توزيعه وقع تحليله في جويلية 2012. الشيء اللي التنسيقية هذه اليوم شيء اللي تلاحظه أنه السلطة العمومية حكومة و